السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس أسماء على قناة ساينس ويز مس أسماء. حبايبي student of KG2 أهلا بيك يا حبايبي. النهاردة بإذن الله هناخد Sims 2 Chapter 2 Lesson 1 Schoolyard Classification Natural and Man-Made. النهاردة جوه Schoolyard هبدأ أعرفه على إيه الحاجات الناتشرال الطبيعية وإيه الحاجات المان-ميد اللي الإنسان بيصنعها. فهاجي أجيب له pictures كتيرة كده وأبدأ أسأله that chair is man-made or natural؟ ده طبيعي ربنا اللي خلقه ولا من صنع الإنسان؟ طبعا man-made. طب مين اللي عامله؟ الكاربنتر النجار. طب the bird is natural، ده ربنا اللي خلقه. طب الفلاج man-made، البول man-made، طيب التري natural، الفلاور natural. يبقى يبدأ هو الطفل يعرف ايه هي أو يفرق ما بين الحاجة اللي مان ميد والحاجة الناتشرال الطبيعية اللي موجودة اللي ربنا خلقها. اللي بعد كده الليسون بعد كده هنبدأ نتكلم على tending a garden jobs and tools، عن طريق الوظائف والناس اللي بتشتغل جوه الجاردن عشان تعمل جاردن لغاية ما أنا بروح وأقعد في الجاردن دي بعد ما بتتزرع. أول حاجة أنا عندي الديزاينر. الديزاينر هو اللي هيبدأ يحضر المكان ويديزاين للمكان، يبدا يصمم المكان كويس ويعرف مثلا هنا هنعمل الايه الكيدز اريا، هنا هيبقى فيه تريز كتيره، هنا هيبقى مكان الفلاورز. ده الديزاينر هيبدا يعمل كده. يبقى الديزاينر وركز ان جاردنز، ديزاينر ميكس ذا جاردن بلان، هو اللي بيخطط الايه الحديقه هتتعمل ازاي. ده اول واحد بيشتغل. عشان اعمل جاردن لازم اروح لديزاينر، الديزاينر هيعمل الديزاين او البلان اللي هيبدا يحدد فيها مكان كل حاجه فين. طب من البيكتشر اللي قدامي دي الديزاينر ده معاه ايه؟ معاه بن، معاه رولر، معاه كومبس، تمام، معاه برجل، معاه مسطره، معاه منقله، تمام. طيب معاه بروتكتريت. طيب بالنسبه بعد كده بعد ما الديزاينر بيعمل الديزاين او البلان بيروح مين بقى اللي يجي؟ البيلدر البناء. البيلدر works in the garden. The builder works in the garden. The builders make the man-made object in the garden. The builder makes the man-made object in the garden. يبقى مين اللي بيعمل حاجات اللي الإنسان بيصنعها في الجاردن؟ ده البيلدر. البيلدر البناء هيقوم ببناء أماكن مثلا محددة، يعمل السور اللي حوالين الجاردن، تمام. يبقى ده الايه البيلدر. طب البيلدر بيبقى معاه طبعا الايه التولز بتاعته اللي بيحتاجها في الشغل بتاع البناء. طب عندنا كمان مين؟ عندنا بعد كده الفارمر او الجاردنر اللي هو الجنايني. الجاردنر works in the garden. The gardener cares for natural object in the garden. يبقى مين اللي هيهتم بالحاجات الطبيعية بالنباتات الطبيعية اللي موجودة في الجاردن؟ الجاردنر. إنما مين اللي هيعمل المان ميد؟ البيلدر. مين اللي هيعمل البلان؟ الديزاينر. يبقى ما يجيلي سؤال true or false أبدأ بعد ما شرحت له ده بقى أديله السؤال true or false وأقول له builder makes natural object in the garden. البيلدرز make natural object؟ No, makes man made object. Makes man made object. طب gardener works in home. Gardener works in home. لا، gardener works in garden. Designer make the garden plan. Designer makes garden plan. ده true. دلوقتي who works in the garden؟ The designer. والديزاينر هوصله بالايه؟ بالبلان اللي عملها عشان مكان الجاردن. طب والبيلدر؟ البيلدر هيقعد وراه كده لغايه وهو بيمشي في التراك بتاعه وصله لغايه الايه السور اللي بناه. والجاردنر هيتوصل بالتريز والفلاورز، تمام. يبقى هنا بعرفه مهاره ان هو يمشي على التريسز لغايه ما يوصل كل واحد بالجوب اللي عملها. يبقى I have learned that there is a natural object like tree, animals, rivers, cats, we camel, we man made object like cars, houses, ball, chair. Well, person who work in garden and the gardeners with his tools like axe, تمام. Well, builder his tools like balance. We designer his tool pen and a ruler and protectorate. ويبقى كده خلصنا الليسون بتاع النهارده. يا رب نكون استفدنا. ما ننساش نعمل سبسكرايب ونفعل زر الجرس ويستنونا في الليسون الجديد.